التغييرات كانت عشوائية ومتأخرة جدا، ما تعليقكما؟ والله أؤكد كلامك الأخضر بالنسبة للتغييرات، فبالنسبة لعبيد دخوله في مكان مجاني كان منطقي، لكن أعتقد أنه كان متأخر نوعا ما لسمح له بإعطاء الإضافة للفريق. أما تغيير فغولي مع زيتي فلم أفهم ذلك، لأن احنا في حاجة لماسة للاعبين في الهجوم عشان الوصول للتعديل. نعم. ففغولي في المنطقة الخلفية هذا لا يدخل، كان ممكن يلعب 3-5-2 بتأكيد، فممكن. نعم. وإعطاء إشراك لاعبين حتى الدخول نجاح اللي هو كنا نتظر لكن دقيقتين مع سيفعل الفريق، فأعتقد أن لمسة المدرب من ناحية التغييرات لم تكن متواجدة في هذه المباراة. بصراحة التغييرات كانت ليست في محلها، وأيضا التشكيل أيضا، يعني لا أحد كان يتوقع ربما بأنه سيدخل يعني لاعب في هذا المستوى في مستوى فغولي قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. وش اقول لك اخي؟ صحيح مصدومه انت مصدومه. لا الحقيقه كنت اتمنى نتيجه اخرى، حتى ولو ثلاثه الهدف الثالث جاء من اساسها، جاء في الدقائق الاخيره. ولكن التغيير صحيح، التغيير الاول في محله، تغيير يعني مجاني بدخول عبيد، هذا في التغيير في محله، خاصه يلعب امام دفاع ويخلي يعني المهاجمين يحرر طايدير ويحرر بن طالب من ادوارهم الدفاعيه. ولكن دخول تقدر يعني تدخل في غولي على الجهه اليمنى عندما تغير طريقه لعب، قم بتغيير سيستم تاع اللعب، تلعب بثلاث مدافعين، تلعب اثنين على الاروقه فغولي وتلعب على الجهه اليسرى بلعب ابراهيمي غلام على الجهه اليسرى وفي غولي على الجهه اليمنى. هنا تقدر في هذه النوع تقدر في غولي تلعب اكثر هجومي، يعني ما تخليه واللاعب وتلعب واحد في وسط الميدان وتلعب ورقه الهجوم، لانه باقي لك تقريبا ربع ساعه. عندما دخل في غولي دخل في دقيقه 80، يعني تدخل باقي 10 دقائق، قولوا 15 دقيقه بالوقت الاضافي. يعني في هذه النقطه، يعني هذه نقطه مهمه، عندما تدخل في غولي انا عجبني دخول بونجاح، ما غيرت ولا شيء. احسن شيء دخول بونجاح، احسن شيء، بس دخلوا في دقيقتين، أحسن دقيقتين شيء. ممكن دقيقتين. صح، دخل مهاجم لاعطاء الاضافه. انا بالنسبه لي لو بدا يدخل عندما دخل عبيد كلاعب ارتكاز امام الدفاع، هنا وين تقوم يعني ربع ساعه الاخيره باضافه مهاجم ثاني لتعطي الوزن الهجومي. يعني حتى في تراجع المنتخب النيجيري للوراء 2-1 تعمل ضغط، العب لاعبين مهاجمين كراس حربه ولعب على الاطراف، يعني التوزيعات على الاطراف، هنا لازم لك دعم على الاطراف باش تلقى الحلول في 18 متر. ولكن هنا ما شفناش تغييرات، يعني الشوط الثاني صحيح ضغطنا، الشوط الثاني كانت فيه فرش، شفنا تحرك طايدير، شفنا المنتخب يعاني عفوا كابتن محرز، كابتن عفوا، المنتخب يعاني بهدفين مقابل لا شيء، تنتظر دقيقه 70؟ لا تنتظر، نقوله حتى في الهدف بن طالب، بعد هدف بن طالب هنا وين تقوم تعطي دفع اكثر هجومي، تعطي مهاجم ثاني، اوراقك الهجوميه لازم تستعملها في ال 20 دقيقه ولا ربع ساعه الاخير، لان قراءتك المباراه كانت سهله، خاصه في الشوط الثاني كنا نهاجم، كنا نسيطر، كنا نضغط، وش اللي كان لازمك في الشوط الثاني خاصه في ربع ساعه؟ كان لازمك هدف ثاني باش تغير، يعني لو سجلنا هدف ثاني يعني حتى في ال 20 دقيقه الاخيره كانت تكون النتيجه متغيره. صحيح الهدف الثالث جاء في وقت كنا نضغط، لم يكن فيه توازن دفاعي، كنا نهاجمه، يعني هنا وين تشوف كيف غول مدافع ايمن نقدروا خسرنا الحق، خسرنا حتى ولو كنا قادرين نجلب اقل شيء، كنا نتعادل اقل شيء، نعمل تعادل في هذه المباراه. نعم. بالنسبه للاعبين لم يقصروا، قدموا مجهود كبير، نعرف الظروف التي لعبوا فيها، أجواء الرطوبة والحرارة، وخصوصا ربما لم نشير إلى هذا لكن يجب أن نعطيهم حقهم، أرضية الملعب ليست مناسبة إطلاقا لهؤلاء اللاعبين وبذلك تأثروا كثيرا، لكن المدرب لم يوظف. اسمح لي الأخضر، أرضية الملعب الشوط الثاني لعبنا بوجه، الشوط الثاني سيطرنا على المباراة، كانت عندنا فرص، كنا قادرين حتى نفوز الشوط الثاني، فيش انا سبب ارضيه الملعب، لكن اثرت كثيرا على اللاعبين في الشوط الاول. هو الشوط الاول الثاني شاهدنا منتخب افضل بكثير، كان يمكن ان يسجل اهداف، لكن شاهدنا ان كثير من الكرات كانت تزعج المهاجمين. صحيح، لان اعتقد ان اعطينا بزياده من امكانيات فريق النيجيري. نعم. وفي الاخر في مجمل المباراه شفنا فريق النيجيري احترمنا كثيرا نيجيريا بالتاكيد، فليس ذاك الفريق القوي. نعم. اللي كنا احنا نتوقع، اذا فاز علينا نيجيريا اليوم مش هو اللي فاز علينا، احنا اللي انهزمنا. نعم.
لأن الأهداف النيجيرية جاءت كلها من أخطاء. نعم. سواء الهدف الثاني سواء الهدف الثالث أو سواء الهدف الثالث. إضافة لذلك عدم وجود الفعالية، لأن الفريق في الشوط الثاني كان مردوده جيد وكانت الفرص موجودة. عندما تحرر محرز، عندما أصبح محرز يلعب لاعب حر وبذلك يصنع الفرص، وبدأت الخطورة للمنتخب الجزائري لما محرز أصبح لاعب حر يتنقل في كل أماكن، ولما محرز يستلم الكرة لديه القدرة لخلق مجالات. احتفظ بهذه الفكرة، سنعود إليها ونذهب مباشرة إذن إلى زميل حسين بوصالح، يبدو معه إذن المدرب النيجيري الفرنسي رور ومساعده أيضا التونسي طرابلسي. تفضل الأولين كابتن، كنا نتحدث عن تغييرات المدرب، يعني لم يأتي بالشيء الجديد الذي كنا ننتظره. نحن قلنا بأن دائما كنا نريد اسم، الناس يقولون لماذا نريد اسما؟ اسم هو الذي يظهر من خلال هذه المباراة، يعرف كيف يتصرف إذا تلقى أهداف، إذا كان متأخرا في النتيجة، لكن هذا المدرب لم يقدم شيئا جديدا. صحيح، يعني في بداية المباراة كنا نقول أنه اليوم مباراة اللاعبين، في الشوط الأول صحيح أن الفريق لم يكن بذاك المستوى، لكن في الشوط الثاني الفريق تحسن بكثير، وهذا متى؟ منذ دخول محرز في وسط الميدان. نعم. أصبح لاعبا حرا، فبمهاراته الكبيرة تمكن من زعزعة الدفاع وخلق فرص لعب وفرص لتهديف كثيرة، وكان وراء تقريبا كل هجمات. هذا ما نريده من محرز، أن يلعب مع الفريق الوطني. كذلك التغييرات لم تأتي بشيء، لما تنتظر أنت للتعديل وأنت متأخر بهدفين مقابل هدف، فكنا نتوقع أن إشراك لاعب مهاجم صريح كبنجاح أو هني، لكن احنا تفاجأنا دخول بنجاح إلى في آخر دقيقتين. نعم. وهذا متأخر جدا. كذلك بالنسبة لدخول فغولي، وشهدنا فغولي في مركز ظهير بعد، فهذا لن يأتي بجديد بالنسبة للهجوم. فأعتقد أن اليوم لم نرى لمسة المدرب في الفريق، سواء من ناحية التغييرات أو من ناحية طريقة اللعب. الأخضر لم يأخذ الجرأة ولم يجازف. نعم. في آخر دقائق على الأقل لمحاولة الوصول لهدف تعديل بإشراك مهاجمين. نعم. وليس بإدخال فغولي واللعب على الظهير الأيمن، لأن الفغولي قد لا يأتي بالكثير في هذه المباراة. نعم، وننتظر إذن عمل كبير من هذا المدرب الذي لم يقدم أي شيء حتى الآن. طبعا المباراة الأولى نستطيع أن نحكم عليه، لا يعرف اللاعبين لا يعرف المنتخب، لكن قيل لنا بأنه شاهد كثير من الشرائط للمنتخب، لكن اليوم لم نشاهد شيء مع عدا اللاعب زيتي الذي قدم مباراة كبيرة، ونتساءل لماذا غادر الملعب. أنصار المنتخب الجزائري مباشرة معنا مع زميل حسين. حسين تفضل. الجزائريين أن غادر 2003 وعنده دين أنه يعود إلينا لكي يقدم لنا خدمة. قيل لنا أيضا في الجزائر بأن أي مدرب يتمنى من الكبار يتمنون تدريب الجزائر، لكن شاهدنا بأن هذا المدرب مثلما قال أحد المناصرين إذن بأنه مدرب لم يقدم تلك الإضافة التي كنا ننتظرها. تمنينا لو لم يكن في هذه المباراة، ربما لو أعطيت المهمة للمساعدين كانوا أدرى بالمنتخب، لأنه لا يعرف المنتخب، بدأ بأنه لا يعرف المنتخب ولا يعرف اللاعبين أيضا. لا، هي النقطة الأولى، لا يعرف يعرف المنتخب، منتخب الجزائر اللي يتمناه كل مدرب، ولكن لا يعرف المنتخب جيدا. بالنسبة لي يلزم له وقت باش يدرس ذهنية اللاعبين ويعرف اللاعبين اللي يقدروا ينشطوا في مناصب وكاين اللي يقدروا ما ينشطوش في مناصب. يعني فيه لاعبين متعددين المناصب وفيه لاعبين محال تلعبوا في منصب ليس منصبه. ولكن في قراءته خاصة الشوط الثاني، صحيح نجح في التغيير الأول ولكن لم ينجح، حتى التغيير بنجاح كان متأخرا، يعني عندما إدخال مهاجم ثاني جاء متأخر. كنا نتمنى إدخال يعني مهاجم ثاني تقريبا في الربع ولا 20 دقيقة الأخيرة. عبيد دخوله كان في محله، تغييره كان صائب، لأنه كان لازم علينا لاعب أمام الدفاع ولا لاعب في الارتكاز يرجع يقوم باسترجاع الكرات ويقوم بإخراج الكرات الأولى من يعني من في صنع اللعب. لأن في الشوط الثاني لاحظنا لاعبين الأطراف، لاحظنا محرز، لاحظنا ياسين، لاحظنا بتحركاتهم يعني يتحركوا من منطقة إلى أخرى، ياخذوا الكرة، يصنعوا الفارق، المراوغات، صنعوا خلل في دفاع. حتى في الهدف اللي سجلناه يعني ضغطنا على نيجيريا، ونيجيريا تراجعت في الشوط الثاني لان كنا احسن من نيجيريا، كنا قادرين حتى لان فيه ايضا الفاعليه والواقعيه كانت اكثر من جانب نيجيريا خاصه في الهجوم وتسجيلهم للاهداف، ومن جانبنا لم نسجل في الوقت المناسب. لو سجلنا، لكن عفوا دفاع
فعلا ضعيف جدا يعني بصراحه. موسيس لعب وكان يلعب وهذا يلعب مع الاشبال او مع الهدف الثالث تقدر، لانه الهدف الثالث كنا نمشي حتى الهدف الاول الاول، لكن الهدف الاول والثاني كانت فيه اخطاء يعني بسهوله. دخول موسيس شفناه واحد اثنين مع اوبي يعني لاعبين اثنين يصنعوا الفرقه، حتى خطا دفاعي قلناها خطا بالقروي كان قادر يخرج الكره احسن من اللي فعلها. ولكن الهدف الثاني هدف ثاني في التمركز، هدف ثاني في التركيز في التركيز، لان لو خرج مندي حتى ولو فيه تسلل، لان عندنا عاودنا شفنا اللقطه كانت فيه تسلل، ولكن نلوموا الا نفسنا، لان في الشوط الثاني كنا قادرين نعملوا الفرق. في الشوط الثاني كانت عندنا فرص لتسجيل، صحيح تغييرات، انا بالنسبه لي التغيير، التغيير الاول كان في محله، ولكن حتى التغيير الثالث كان في محله ولكن جاء متاخر، كان فيه بعض كنا نتمنى احسن من هذا، خاصه عندما تدخل في غولي كظاهر ايمن، يعني ما تجيبش بالزياده والاضافه، ما تعطيش اضافه ارتجال ارتجال من المدرب جورج ليكنز. اذا في هذه المباراه نعود مره اخرى، هؤلاء اللاعبون قالوا لنا بان نحن سنذهب إلى نيجيريا ونعود بالنتيجة، حتى طالبوا بإقالة المدرب الأول وأنهم سيضمنون الفوز في نيجيريا. هؤلاء الذين قالوا نحن الأفضل، أفضل جيل. إذن اليوم لم نشاهد النجوم الكبار الذين عادة اعتبرناهم ركائز في المنتخب. صحيح، يعني الأقوال شيء والفعل شيء آخر، فالأقوال جميل سمعناها وكنا يعني متحمسين لمشاهدة الفريق أنه يباري الفريق النيجيري، ولما لا العودة بنتيجة إيجابية، إلا أن الأفعال لم تكن كذلك، ففيها أخطاء كثيرة خاصة منها الفردية، وشفنا أخطاء هذه الفردية كانت قاتلة بالنسبة للمنتخب. لولا هذه الأخطاء الفردية أعتقد المنتخب الجزائري مع المردود الذي شاهدناه في الشوط الثاني كان بإمكانه حتى الفوز في نيجيريا، لكن أمام هذه الأخطاء كلها من الصعب ومن الصعب جدا الوصول إلى نتائج. والمطلوب حاليا مراجعة المنظومة الدفاعية ككل، لأن مش مدافعين فقط، المنظومة الدفاعية ككل حتى في وسط الميدان كذلك، أنه عملية التنشيط الهجومي يبدأ من الدفاع للوسط إلى الهجوم. لم نشاهد المساهمة الدفاعية في بناء الهجمة، وهذا جزء من أجزاء يعني بناء الهجمة للفريق الجزائري. لم نكن لاعب ارتكاز وكنت من بين اللاعبين الشرسين في الوسط حتى مع اللاعبين الكبار مع الأخضر باللومي ومجموعة الثمانينات، إذا هل هذا هو لاعب الارتكاز الذي نحتاجه في وسط مع المنتخب الجزائري؟ هل مجاني هو اللاعب المفضل في كل هذه المجموعة الموجودة؟ أنا حسب رأيي لا، لأن اللاعب الارتكاز لازم يكون في موجود في خصائص اللاعب الارتكاز أنه تكون عنده قدرة كبيرة في استرجاع الكرة كذلك، وكذلك القدرة الكبيرة في صناعة اللعب بناء بداية الهجمة وكذلك في الالتحامات الهوائية والأرضية، هذه هي خصائص اللاعب مناسب هنا جديورا، وجديورا عنده هذه الخصائص، لكن الاختيار مغضوب عليه، لكن الاختيار من قام بالاختيار، فهنا نقطة الاستفهام، هل المدرب، هل الطاقم الفني المساعد، هل الإدارة ككل في الاتحاد، هذا ما لا نعلمه، لكن في الأخير أعتقد لو لعب جديورا وتبقى افتراضات على كل حال، أنا كنت أعتقد أنه كان الفريق يكون أفضل في الجانب على الأقل الدفاعي، وجديورا لديه ميزة أخرى أنه لاعب يسدد من بعيد، فكنا فيه إمكانية أن نستغل هذه القدرات للجانب الهجوم. نعم، والفرق كان واضح بأن منتخب نيجيريا أشرك كل اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما نحن لا عبيد ولا قديورة ولا كثير.